نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تيشيرت النادي الاكبر والاعرق في مصر وافريقيا، وحشتوني جدا جدا. وطبعا في البدايه لازم اقدم كل التعازي للشعب المصري ولانفسنا ولاسر الشهداء، وطبعا ربنا يرحمهم ويجعلهم من اصحاب الجنه. خلوني في البدايه ارحب بزميلتي العزيزه انجي يحيى. نهارك ابيض يا انجي، وحشتيني جدا جدا. نهارك ابيض يا نرفا، انا وحشتيني جدا انت كمان، ونهاركم ابيض جميعا. وخلونا نبدا كده على طول في موضوعاتنا، وخلونا نقول نقطه من اول السطر. عايزة أقول في البداية هارد لك طبعا لكل جماهير الزمالك ولكتيبة كوماندوس كرة اليد، مصنع الهاندبول الأول في مصر وأفريقيا. طبعا بنقول لهم هارد لك على خسارة بطولة السوبر الأفريقي امبارح بعد مباراة قوية جدا كنا فيها الطرف الأفضل على مدار 90% يمكن من المباراة، لكن للأسف خسرنا في الأمطار الأخيرة طبعا بعد ما كنا متقدمين في أوقات كتير جدا من المباراة. زي ما قلت دي الرياضة، الحقيقة أن الرياضة دايما مش بيكون فيها مكسب دايم، لازم هيجي وقت وتتلقى الخسارة. والحقيقة أنه هنا احنا مش بنبرر الخسارة، بس عشان نبقى يعني واضحين جدا، احنا متعودين دايما على المكسب، يعني دايما كوماندوز اليد معودنا على المكسب، فاحنا مش بنبرر الخساره الحقيقه هنا، لان البطوله ديت كانت هتاهلنا لكاس العالم للانديه، والمعتاد دايما من الزمالك ان هو بيكون متواجد فيها. فالحقيقه ان احنا هنا مش بنبرر ابدا الخساره، احنا محتاجين ان احنا نتعلم ونستفيد من الخساره دي عشان نرجع تاني بسرعه لشخصيه البطل اللي دايما كوماندوز كره اليد متعودين او معودنا عليها. دي حقيقة. يعني انت قلتي نقطة مهمة جدا يا انجي، ان احنا فعلا مش بنبرر الخسارة، وفعلا احنا متعودين دايما من كوماندوز الزمالك ان هم مفرحينا، فاحنا مش هنطلع نقول اصل الظروف. حتى يا جماعه لو كان في ظروف ده مش مبرر، انا مش هقعد كل ما يبقى فيها هزيمه او خساره اطلع اقول معلش اصل احنا كنا الاحسن، معلش اصل الاقي شماعات اعلق عليها خسارتنا. لا، دي حاجه تضايق، حاجه تزعل جمهور الزمالك. مش دايما هتلاقي فرصه ان انت تقول لا معلش اصل ده كان كويس، او معلش اصل احنا كنا الاحسن، حتى لو ده، لان طبعا ما كانش فيه اصلا بث ولا كان فيه اي حاجه، حتى لو ده كان موجود، فلا احنا في الاخر طلعنا مهزومين. حلو ان احنا نتعلم، حلو ان احنا نستفيد عشان خاطر نرجع بقى لفورمتنا بسرعه ولمكانتنا الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها دايما. الحقيقه ان رصيد فرقه الهاندبول عندي غالبا فعلا كان عند كل جماهير الزمالك كبير جدا جدا. يعني الحمد لله احنا مش بيعدي موسم من غير بطوله تدخل كده دولاب بطولات النادي من فريق الهاندبول. كمان مجلس اداره النادي برئاسه المستشار مرتضى منصور موفر الحقيقه كل حاجه لفرقه الكوماندوز اللي بيفضلوا دايما ان هم يتقال عليهم اسره كوره اليد. فانا ليه بعمل كده؟ عشان خاطر يبقى في موازنه. احنا دايما متعودين عليكم، بس احنا عليكم من انتوا كسبانين، بس برضو احنا زعلانين من الهزيمه. بس خلينا نقول الحمد لله على كل حاجه، وزي ما انجي قالت برضو احنا ممكن نكون افضل مثلا في اوقات كتير، بس في الاول وفي الاخر احنا خسرنا بفرق هدف وحيد، تمام، في اللحظات الاخيره تمام، بس ستيل احنا خسرانين. تتعوض ان شاء الله كتير في المناسبات اللي جاية. ونادي الزمالك يا جماعة في تاريخ بطولاته الأفريقية الخاصة بالهاندبول، يعني خلينا نقولهم كده حوالي 12 بطولة دوري أبطال أفريقيا، 7 بطولات للسوبر الأفريقي، 5 بطولات كأس الكؤوس الأفريقية، يعني حوالي 24 بطولة بفرق 13 بطولة على المنافس اللي هو النادي الأهلي طبعا مع كل احترامنا ليه. فإحنا عشان كده بنقول إحنا متعودين على رتم معين، مش عايزين ان احنا ننزل عنه، مش عايزين ان احنا نقول ان الهزيمه تبقى عادي، فكل مره نطلع نقول معلش اصل احنا كنا كويسين، معلش اصل احنا كنا احسن من المنافس. لا، بس برضو على ارض الواقع مش هزيمه مباراه واحده هتخلينا ان احنا مثلا نقلل ثقتنا بفرقتنا في الزمالك. زي ما اتكلمت هو التاريخ بيتكلم، فعايزين نفضل محافظين على التاريخ ده. نقفل بقى الصفحه ونبتدي كده مع بعض نفكر في اللي جاي. احنا ابطال الدوري عندنا تحديات كثيره جدا، سواء بقى تحديات محليه تحديات قاريه، كعاده كتيبه الكوماندوز بقياده مستر اوليفر روي. فاحنا عايزين نركز على ده، عايزين نقفل الصفحه زي ما انجي قالت في بدايه كلامها،
نقطه ومن اول السطر. محتاجين نقفل الصفحه، واحنا دلوقتي داخلين على برضو بطوله مهمه يوم الثلاث الجاي باذن الله. هنبدا طبعا بطوله ابطال كاس الكؤوس الافريقيه يوم الثلاث القادم باذن الله، فاحنا محتاجين ان احنا نقفل الصفحه دي ونركز في الجاي، واكيد البطوله دي هنتابعها مع حضراتكم خطوه بخطوه. دلوقتي بقى محتاجين نقفل الكلام عن كره اليد ونرجع تاني نتكلم بقى عن كره القدم. احنا دلوقتي عندنا ماتش مهم جدا بكره، مهم مع انبي. ليه بنقول مهم؟ هو ماتش الحقيقه مهم وقوي. ليه بقى بقول مهم وقوي؟ مهم لانه ببساطه ماتش بيساوي الكثير جدا. مهم جدا ان احنا نستغل دفعه الفوز في الثلاث مباريات المتتاليه على الاتحاد والمصري، وبعد كده طبعا ليله العيد الفوزنا على ايسترن كومباني. مطلوب ان احنا نكمل بقى سلسله الانتصارات دي، محتاجين ان احنا نكمل في صداره جدول الدوري. وحاسه كده انه سيناريو الموسم اللي فات هو بيتكرر الموسم ده. احنا الموسم اللي فات احنا اخذنا الامور خطوه خطوه، اخذناها ماتش وواحده واحده. دلوقتي انا حاسه ان السيناريو ده بيتكرر برغم كل الصعوبات اللي واجهت الفريق وواجهت كمان مجلس اداره الفريق الموسم الحالي طبعا، واهمها زي ما انتم عارفين اكيد ايقاف القيد. لكن الحقيقه انه شخصيه الزمالك دايما بتكون موجوده وحاضره في اي منافسه كبيره. وعلى فكره عايزه اقول على حاجه كمان، جمهور الزمالك عنده ثقه كبيره جدا في فرقته، عنده ثقه كبيره جدا في لعيبته، كمان عنده ثقه كبيره جدا في مجلس اداره نادي الزمالك، وعارف كويس ان اداره النادي طبعا برئاسه المستشار مرتضى منصور بتفكر جدا في الموسم اللي جاي طبعا، من اول فكره حسم التجديد لبعض اللاعبين طبعا مرورا بالتعاقدات الجديده. عشان كده احنا متفائلين، احنا عندنا ثقه كبيره جدا في اللي جاي. ان شاء الله اللي جاي هيكون افضل بكتير كمان من الموسم اللي فات في الزمالك، بس محتاجين ان احنا ناخد الامور بجديه، نركز على هدفنا الموسم دوت، وبلاش ان احنا نقعد ناخر نفسنا للنهايه زي ما حصل في ماتش ايسترن كومباني. محتاجين ان احنا دايما نحسم المباريات في بدايتها. دي حقيقه، وزي ما انت قلتي يا انجي ده سبب اهميته. يعني احنا محتاجين نركز، محتاجين كده ايه نستعيد فرحة الموسم اللي فات، عايزين نركز ان احنا عايزين نكررها. اما قوة بقى الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، فلان هو الفترة اللي جاية مش سهلة. احنا طبعا امبي دايما بالنسبة لنا اصلا خصم عنيد جدا، هو كمان السنة دي ما شاء الله عامل موسم كويس جدا، معاهم 20 نقطة، ما خسروش في اخر اربع مباريات، كسبوا كمان الاسماعيلي، اتعادلوا في اخر لقاء مع البنك الاهلي 2-2. فبالتالي المباراة مش سهلة. احنا دايما عندنا فرق معينة بنبقى عارفين ان احنا احنا كده كده قادرين نكسبها، بس بيبقى في صعوبة شوية، في شد وجذر كده في شد وجذر في المباراة. طيب المباراة صعبة، المباراة صعبة، خصم مش لطيف. وليه بقول مش لطيف؟ هي بلغة الكورة زي ما بتكلم دايما بيبقى في يعني تنشنة في الملعب. فعشان كده انا وانجي بنتكلم ان الفترة اللي جاية احنا محتاجين نركز جدا، مش عايزين نبتدي نحس ان احنا بنتقدم فيبقى في نوع من انواع الاسترخاء. انا اتمنى بصراحه زيزو يكمل في التالق اللي هو فيه والتسجيل كمان، وبالمره حتى نبتعد شويه اكتر بصداره الدوري، نكون مطمنين اكتر، لان احنا زي ما كنا دايما بنقول يا جماعه احنا مش عايزين نعتمد على حد، مش عايزين نعتمد على نقاط حد. ده فلان خسر او اتعادل، تمام، هي بتحصل في الكوره وبتحصل ما بين اي منافسين بالذات لو تقليديين زينا وزي مثلا النادي الاهلي، لكن احنا عايزين نبص لنفسنا احنا. يعني مثلا نفسي عمر السعيد الصراحه يستغل الفرص الكتيره جدا اللي بتكون متاحه ليه في منطقه ال 18. عايزه سيف الدين الجزيري يعني يرجع كده ويواصل اللي هو فيه صحوته الاخيره الحقيقه، يرجع بقى بجول زي ما عمل اسيست عظيم طبعا لزيزو في الماتش الاخير كمان بتاع ماتش ايسترن كومباني، كمان قبلها عمل كره هايله الحقيقه في العارضه، وقبلها كمان راسيه المكسب والثلاث نقط قدام المصري. عايز اشوف سيف بتاع تونس، يعني دايما كده وانا بتفرج على سيف الدين الجزيري ببقى نفسي اشوفه هنا معانا في الزمالك بنفس المستوى. هو الصراحه بيعمل اللي عليه، اخر فتره كمان ابتدى يستعيد فورمته، فبتمنى له كل التوفيق هو وكل اللعيبه. على العموم كل التوفيق لمستر فيريرا طبعا والفريق كله. النهارده هيكون معانا للحديث بشكل مفصل بقى اكتر عن المباراه وعن مشوار الزمالك في بطوله الدوري نجم نادي الزمالك السابق كابتن محمد ابراهيم. قبل ما نروح لفقره اقرا الخبر، عايزه كده ايه يا جماعه في اقل من 30 ثانيه، احنا عندنا موضوعات النهارده كتير الحقيقه، انا راجعه في حاجات كتير قوي بتحصل،
بس لازم ما ينفعش نروح لفقرة تانية من غير ما نتكلم عن مؤتمر تعيين كابتن إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر اللي كان امبارح في مقر اتحاد الكرة المصري. طيب بصوا يا جماعة، احنا شعب بيحب الكرة جدا، ده حاجة احنا ما نختلفش عليها، شعب عاطفي جدا جدا، متعلق بمنتخب بلده أكتر من أي حاجة، متعلق بأنديته أكتر من أي حاجة. طبعا وضع طبيعي، بس أنا بتكلم عن المنتخب، منتخب بالتحديد. أكيد هنكون همنا كله أن الجهاز الفني الجديد يكون على قدر طموحات الجماهير المصرية وعلى قدر الظروف اللي بيمر بيها منتخب مصر، لأن احنا للأسف من المنتخبات اللي مشاكلها كتير، صعوباتها كتير، لأنه بصراحة احنا مش مستحملين أي إخفاق في المرحلة اللي جاية. ليه مش هقول إخفاق تاني؟ لأنه الفترة اللي فاتت ما نقدرش نحدد ان هي اخفاق، لان انا بالنسبة لي كارلوس كيروش صراحة عمل عظمة. طيب تعيين كابتن إيهاب جلال بالتأكيد محدش ينكر ان هو عليه خلاف زي ما بيقولوا، في مؤيدين كثيرة قوي وفي معارضين كمان لتوليه منتخب مصر، حتى مجلس ادارة اتحاد الكورة واضح ان هو طبعا في اختلاف على تعيين إيهاب جلال. دي حاجة ما نقدرش نخفيها، لانه من ابرز الحاجات اللي حصلت واللي بتأيد كلامي ده ان في مؤيد ومعارض حتى من مجلس الاداره. طبعا موقف الكابتن الكبير ثعلب، كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات، اتنين طبعا من اساطير الكوره المصريه، ما كانوش مرحبين بقرار زي ده. طبعا يعني بناء على عدم الترحيب ده ما كانوش متواجدين يعني بالشكل الامثل، او ما كانوش متواجدين في مؤتمر ايهاب جلال امبارح. ففي ده وفي ده، في ناس عندهم حق وفي ناس عندهم حق، بس اللي في الاخر اللي يهمنا ان احنا عايزين منتخب يليق باسم مصر، ده اللي انا عايزاه في الاول في الاخر، ولا متاكده ان اساطير الكره عايزينه في الاول في الاخر. لكن هنرجع نقول تاني نقطه من اول سطر، حصل خلاص ايهاب جلال مسك المنتخب، هنقعد بقى نقول لا اصل هو مش عارفه ايه، اصل هو ما يستحملش الظروف، اصل كان في احسن؟ خلاص يا جماعه تو ليت، هو موجود. مطلوب بقى دلوقتي انك تقدم كل الدعم للكابتن ايهاب جلال وجهازه زي ما قدمته لغيره من مدربين المنتخب، ولغيره برضو انت ساعات ما كنتش معاه، ساعات كنا بنقول ايه ده هو بيجرب، ساعات كنا كتير بنعترض، بس خلاص لازم نقف. وده امر طبيعي جدا على فكره، لان الخسران في النهايه لما انت تبقى عامل اكس على المدرب هيكون منتخب مصر. لما انت تقعد نطلع في السوشيال ميديا نقول لا ده مش عارف ايه، وده مش ما عملش كويس، وتغييراته بدري وتغييراته، في الاخر احنا اللي هنخسر. فسواء كنت او مع تعيين كابتن ايهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر، لازم تقف معاه ومع جهازه. بصي متفقه معاكي جدا وكلامك مظبوط، لانه الاختلاف اهم حاجه ما يكونش في الاخر على حساب ان احنا نصدر ازمه للمنتخب، لانه طبيعي انه احنا اي جهاز فني جديد موجود احنا بنبقى عايزينه ينجح. صحيح البعض زي ما قالت نيرفانا بيعترض على وجود كابتن ايهاب جلال، ربما شايفين انه كابتن ايهاب جلال ما عندوش خبره كافيه في تدريب المنتخبات، وكل طبعا تجاربه مع انديه في الدوري المصري يمكن اكبر تجربه ليه كانت مع فريق او اكبر فريق دربه كان الزمالك، وكانت فتره بسيطه جدا وكمان كانت تجربه غير موفقه بالمره الحقيقه. لكن خلونا نقول انه خلاص ده اللي حصل، وهو دلوقتي مدير الفني لمنتخب مصر. يمكن يحصل عكس ما الناس متخيله، يمكن يحصل عكس ما الناس بتردد، ويمكن يكون ايهاب جلال هو رجل المرحله اللي جايه. ناس كتير جدا كانت مختلفه على كيروش الفتره اللي فاتت، وهي نفس الناس اللي كانت بتدعم كيروش في الاخر. فاحنا محتاجين ان احنا ما نتسرعش في القرارات، ندي للراجل فرصته، ندي له وقته، ونشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. فعشان كده انا بقول كل التوفيق وكل الدعم للكابتن ايهاب جلال، انت وجهازك الفني طبعا في المرحله القادمه. عندكم ماتشين مهمين في تصفيات الكان اول شهر الجاي، عندنا ماتش مع غينيا، عندنا ماتش مع اثيوبيا، محتاجين منكم ان انتوا تثبتوا قدام كل الجماهير انكم قد المهمه، والتوفيق طبعا ليكم ان شاء الله في المرحله اللي جايه. احنا في ظهركم، طالما احنا شايفين مردود ونتيجه وشايفين منتخب مصر بالشكل اللي احنا عايزينه وبالشكل اللي يليق باسم مصر، فخلاص كده احنا معاكم في اي حاجه. انتوا بشغلكم اللي قادرين ان انتوا تثبتوا ده، انتوا بشغلكم اللي قادرين انكم تثبتوا ان انتوا لاي طبعا لاي معارض ان انتوا قد المسؤوليه وان هم على خطا. وبالتاكيد اي حد اي مصري يا جماعه في الاخر ما يهموش غير مصلحه
منتخب مصر. احنا الحقيقه احنا مش هنزعل ابدا لو اثبت كابتن ايهاب جلال، او المصريين مش هيزعلوا ابدا لو كابتن ايهاب جلال اثبت هو وجهازه الفني ان هم قد المهمه دي. حاجه تبسطنا جدا ان يعني مدرب مصري يكون على قدر طبعا تدريب المنتخب المصري، دي حاجه بالعكس دي حاجه تفرحنا ونفرح اكتر طبعا لما المنتخب يتوج قاريا. نهايه في الاول في الاخر احنا يهمنا مصلحه منتخب مصر، فطبعا كل التوفيق للفراعنه. طيب دلوقتي خلونا نروح نستعرض معاكم كل الاخبار الجديده على الساحه الرياضيه ونروح لفقره ارى الخبر. فقرا الخبر البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي، وامبارح كان المران الاول لفريق الامل بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء تحت قياده كابتن اسامه نبيه المدرب العام وكابتن احمد عبد المقصود المدرب المساعد، كمان كابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى. طبعا ده كان ضمن الاستراتيجيه الموضوعه من اداره الكره بالنادي مع الجهاز الفني للفريق الاول لتجهيز مجموعه اللاعبين الشباب والناشئين لتصعيدهم للفريق الاول. كابتن اسامه نبيه المدرب العام وكابتن احمد عبد المقصود المدرب المساعد اتكلموا مع اللاعبين، طلبوهم بالتمسك بالفرصه وبذل اقصى جهد من اجل حجز مكان بالفريق الاول. كمان اضاف الثنائي خلال حديثهم مع مجموعه الشباب والناشئين ان اختيارهم جاء بناء على تعليمات او على متابعه وثقه من الجميع في قدراتهم. كمان الكره اصبحت في ملعبهم الان لاثبات قدراتهم، هم اللي في ايديهم الفرصه ان هم يثبتوا نفسهم. كمان اكد كابتن اسامه نبيه وكابتن احمد عبد المقصود للاعبين ان الباب مفتوح ليهم بجانب اللاعبين اللي لم يتم اختيارهم للتواجد في الفريق بشرط ان هم يكونوا مجتهدين وان هم يشتغلوا بقوه على نفسهم طبعا والالتزام بالتعليمات المطلوبه، كمان الالتزام خارج الملعب. كمان كابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى اتكلم مع الحراس المنضمين لفريق الامل وكمان طالبهم بالتركيز والعمل بقوه والاجتهاد والتمسك بالفرصه من اجل التواجد مع الفريق الاول في الفتره المقبله. استكمالا لتفاصيل فريق الامل، امبارح كان عنده تمرين في نادي الزمالك زي ما انجي قالت، حضر التمرين 22 لاعب عشان يأدوا التدريبات على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله جوه نادي الزمالك. المجموعه ضمت في حراسه المرمى عندنا محمد نديب ونديم السيد عطيه من مواليد 2001، معاذ علاء الدين من 2003، محمود اشرف الشناوي 2004، اما اللعيبه فهم حاتم محمد سكر 2001 ومحي جمعه 2003، احمد رفاعي 2003 برضو، محمد حمدي 2000 ومحمد طارق مواليد 2002، ابراهيم محمد 2001، محمد حسام بيسو 2001 وماجد هاني 2003، احمد عبد الرحيم ايشو 2003، طارق علاء مواليد 2003 برضو، محمد خضري 2002، كريم محمد 2001 ومصطفى طارق مصطفى مواليد 2001، كريم عبدون 2003، يوسف اسامه نبيه مواليد 2000، علي ياسر 2003، حسام اشرف 2001، واحمد زكي مواليد 99. طبعا كل التوفيق للاعبتنا الناشئين طبعا، وان هم نواه المستقبل دايما، فانا اكيد ان شاء الله ان شاء الله متوقع لهم ان شاء الله كل المستقبل خير بيهم. ولسه مكملين اخبارنا عن فريق الامل في النادي، وامبارح كابتن عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي كان حريص جدا على متابعه المران الاول لفريق الامل بالنادي. كمان كابتن عمرو زكي كان حريص على الحديث مع كابتن اسامه نبيه المدرب العام واتمنى التوفيق والنجاح لفكره فريق الامل، كان كمان حريص على تحية مجموعة اللاعبين الشباب وطالبهم بالتركيز والعمل بقوة في الفترة المقبلة. خصص الجهاز الفني للفريق فقرة خاصة للتسديد على المرمى من جميع الجهات سواء من وضع الثبات أو التحرك، طبعا ده كان على هامش المران امبارح استعدادا لمواجهة انبي غدا. كمان تضمنت الفقرة تسديد على المرمى من خلال التمرير في منطقة الجزاء من لاعب لآخر. شارك في هذه الفقرة عبد الله جمعة، رزاق سيسية، سيد عبد الله نمار وكمان محمد عبد الشافي.
نروح نطمن على شيكابالا، واللي امبارح الجهاز الفني للفريق بقياده فيريرا منح صانع الالعاب وقائد الفريق كابتن شيكابالا راحه من التدريبات الجماعيه قبل مواجهه امبي. كان سبب الراحه ان شيكا بيشتكي من بعض الالام في القدم. شيكابالا بيؤدي خلال الوقت الحالي برنامج علاجي وتاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق، وده من اجل تجهيزه للعوده للمشاركه في التدريبات مره ثانيه. النهارده هيكون في اختبار طبي هيحدد فيه او هيتحدد عليه قدره اللاعب على المشاركه في التدريبات من عدمه وفرصه لحاقه بماتش بكره قدام امبي، وان كان صعب جدا والاقرب طبعا لحاقه بماتش طلائع الجيش يوم الثلاث بتاع الاسبوع اللي جاي باذن الله. تعالوا دلوقتي نروح لخبر خاص جدا لنهارك ابيض، وخلال الوقت اللي فات كان في صدفه جمعت المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع مستر فيريرا اثناء خروج المدرب من الملعب بعد انتهاء التدريبات طبعا استعدادا لماتش انبي غدا. كان في حديث ودي دار بينهم بين الثنائي طبعا بين سياده المستشار وبين مستر فيريرا، كمان ده كان بحضور استاذ امير مرتضى المشرف العام على الكره، وطبعا معانا في الصوره اللي احنا شايفينها كانوا واقفين. كان في حديث ودي بين ثلاثة. طبعا احنا هنا حابين نقول لكم الكواليس اللي دارت في الحديث ده. اولا المستشار مرتضى منصور اكد المستر فيريرا ان هو سعيد جدا، وكمان الجماهير نادي الزمالك سعيده بالاداء وبالنتائج اللي بيقدمها الفريق. كمان قال له ان هو قدر ان هو يغير شكل كتير من اللعيبه عشان يظهروا بشكل جيد، واكد له كمان ان جميع طلباته الفنيه اللي محتاجها هتكون مجابه وانه هيتم توفيرها، وان كل الدعم ليه ولجهازه الفني طبعا من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات في المرحلة اللي جاية. عندنا خبر خاص تاني لنهارك أبيض، وهو متعلق بلعيبة الشباب والناشئين الموهوبين لنادي الزمالك. إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وبالتحديد إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى، قامت بعمل عقود لجميع العناصر المميزة وبالتحديد مواليد 2001 و2 و3 و4 والبعض من مواليد 2005. الخطوة دي بتيجي عشان نحافظ على المواهب دي، لأن مستقبل طبعا القلعة البيضاء من وجهة نظر الإدارة وهيكونوا مستقبل الفريق الأول. كمان في حالة رحيلهم هيكون على سبيل الإعارة للاستفادة منهم ماديا، كمان لاكتساب الخبرات والعودة مجددا لصفوف النادي. خلوني قبل ما نروح لجولتنا العالمية، أنا الخبر ده مهم قوي يا جماعة لينا، لأن احنا مش عايزين نكرر الأخطاء اللي حصلت الفترة اللي فاتت. مش عايزين نستغنى عن اللعيبة بدون مقابل، يعني لو احنا هنطلع لعيب للإعارة لازم يكون في مقابل مادي أقدر استفيد بيه جوه النادي، أقدر استفيد كمان بخبراته لما يرجع لي مرة تانية. فدي حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا ان هي تحصل، بحيث ان احنا نتجنب العوائق والاضرار اللي احنا وقعنا فيها بسبب الاخطاء دي. دلوقتي يا جماعة هنروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على خريطة مباريات النهاردة قبل ما نطلع فاصل قصير ونرجع منه ونستكمل معاكم فقرات نهارنا ونهاركم الابيض. من جديد وفقره نبض 100 عقبه، تعالوا نروح للايف من جوه نادي الزمالك، ومعانا زميلنا العزيز محمد ساهر عشان اعرف منه اخر اخبار مدرسه الفن والهندسه. نهارك ابيض يا محمد. اهلا بيك يا ساهر. نهارك ابيض زملاء الاعزاء نيرفانا وانجي، ودايما مطلقين على شركه نادي الزمالك. النهارده من الصاله المغطاه بنشوف كواليس نادي الزمالك. النهارده هنبتدي بكره اليد مع الكابتن عبد الرحمن البوهي مدير اكاديميه الزمالك ونجم كرة اليد بنادي الزمالك. طبعا كلنا زعلانين عن خسارة كأس السوبر الأفريقي
في بالامس فرق هدف، لكن الرصيد اللي موجود عند كره اليد يخلينا نبقى فخورين بفريق كره اليد انه يرجع لمنصات التتويج تاني. هنتكلم مع الكابتن عبد الرحمن البوي اكتر عن هذه المباراه. كابتن عبد الرحمن برحب بحضرتك وعيد سعيد على حضرتك ونهارك ابيض بخط حمر. الامس شفناها كلنا زعلانين، شفتها ازاي يا كابتن رغم ان احنا كنا يعني المباراه كانت ند هدف وهدف، المباراة كانت ند يعني اولا بنقول هارد لك وبنعتذر لجمهور الزمالك على ان احنا المباراة دي بالذات فعلا، لكن احنا عندنا رصيد قوي جدا جدا جدا، واحنا عارفين ان جمهور نادي الزمالك بيحب لعب كرة اليد وعارف ان اللعيبة دي ما بيأثروش ورجالة جدا جدا جدا. مباراة امبارح احنا ما شفناهاش تلفزيونيا، لكن برضو من يعني يقول من الخبرات ولا بتاعتنا من النتيجة بيبان حاجة قوي يعني باينة جدا. اولا انت بتطلع جونين وهو بيتعادل، يعني المباراة قريبة جدا، زائد ان الـ عدد الاهداف 32 31، يعني المباراة رايحة جاية، يعني ممكن فرصة ضاعت. المباراة 60 دقيقة، لما يبقى فيها 63 جول في الساعة معناها ان كل 27 ثانية او 28 ثانية بجيب جول، فهنا الهجوم كويس في الفرقتين، لكن الدفاع او حارس المرمى ممكن كورة واحدة مش موفق فيها يحصل الفرق ده. الجهاز الفني اوليفر روي طبعا وكابتن حماده الروبي كابتن حسام غريب، الجهاز الفني على اعلى مستوى، ازاي يطلع من المباراه دي نفسيا خاصه ان احنا عندنا بطوله هتبدا غدا هناك كمان، ممكن يتقابل برضو الزمالك مع الاهلي في النهائي اللي هي كاس طبعا الكؤوس الافريقيه، يطلع منها نفسيا ازاي ويتعامل مع اللعيبه ازاي الفتره دي؟ اولا مش هقول الجهاز الفني وبس، الجهاز الفني طبعا عنده القدره وحصلت وهقول لك ازاي. اللعيبه عندنا كمان من قديم الازل لما بيحصل دروب وانا عندي تاني يوم او تالت يوم او رابع يوم بطوله او هشترك في بطوله، اللعيبه نفسها هي اللي بتقوم بعضها. في لعيبه خبره نقول زي احمد الاحمر والدرع دلوقتي راجل طالع يحترف، معناها انه فنيا واخلاقيا وبدنيا جاهز، فمن ضمن الناس اللي ممكن تقوم الفريق تاني. طب يا كابتن الخبرات الافريقيه اللي موجوده عند اللعيبه، ان احنا حاملين اللقب السوبر افريقي 7 مرات، الخبرات دي بتفرق في المباريات القادمه؟ طبعا لا افريقيا. طب وانت كمنتخب مصر بتشارك عالميا، هو القوام الاساسي في منتخب مصر مين؟ زمالك، فعنده القدره، مش ان انا حاجي على لعيب تاني ولا لكن ده عنده القدره كلاعب كبير ولاعب منظومه بتقوم بعضها. على فكره الجهاز الفني مع الكابتن حسام غريب رئيس الجهاز اساسا من خبراتهم وكل كم البطولات سواء هم لعيبه او هم في الاجهزه الفنيه عندهم القدره ان يعملوا الكلام ده، واقول لك دليل موجود. الزمالك خسر السوبر من سبورتنج، وتاني يوم او تالت يوم عندنا السوبر مع الاهلي وكسبناه فرق جامد. ده ايه؟ يعني الجهاز الفني ممكن غير التكتيك واللعب يعني طريقه اللعب، الشغل النفسي الفتره دي هيبقى اقوى اكتر، المحاضرات بين تجربه تانية في الدوري اللي هو دوري السوبر تعادلنا مع سبورتنج، وتاني يوم عندنا الاهلي، السكور كان كام في الاهلي؟ فرق 10 ينزل 7 8 لغايه في الاخر 7 8 مش فارقه بقى خلاص. اللي انا بقوله ده هو ده نادي الزمالك يا جماعه. خلي بالك في نقطه كمان لازم يعني نقولها احقاقا للحق، مجلس الاداره لما بتعامل مع اللعيبه سواء في الدوري السوبر او في اداء موسم بالكامل سواء محليا او دلوقتي افريقيا، مساند بطريقه على الاقل هقول لك انه اللعيب نفسيا وماديا ارتاح، فقام بالواجب المستشار مرتضى
زائد المشرف على الالعاب الجماعيه احمد بيه مرتضى. على فكره الالعاب، انا بقول الالعاب الجماعيه مش كره اليد فقط، لكن كره اليد للامانه ليها معزه مش عندنا، لا عند الجمهور وعند الاداره وعند اللعيبه، احنا من زمان كده على فكره. فده يعني دور ما ننساهوش. يعني ما فرحناش وخسر سوبر، انا متاكد ان الاداره اتصلت باللعيبه وبالمدربين ان ولا يهمكم كملوا احنا وراكم. اللعيبه هم سامعيننا دلوقتي اكيد في النيجر في نيامي العاصمه طبعا، البطوله خلاص بكره، تقول لهم ايه قبل بطوله كاس الكوز؟ احنا كالعاده بقول للعيبه والله والله احنا عارفين ان انتوا بتبقوا اكتر مننا في الزعل، احنا اذا كنا واحنا بره زعلانين فما بالك باللعيب. خلي بالك في عاده في نادي الزمالك من زمان ان اللعيب حتى لما بيتعادل بيزعل، فما بالك لما بيخسر. عايز ابارك لك كابتن كمان على دوري المرتبط 2004 من يومين او ثلاثه فايزين بالبطوله من اربع ايام. الف مبروك 2004، اكيد ان شاء الله يبقوا نواه للفريق الاول. الله يبارك فيك. هو برضه هيجي دور مجلس اداره عمل تدعيم و و و وفي نفس الوقت الشطاره في الجهاز اللي هو الكابتن حسام غريب مع الكابتن احمد العطار، عينيهم كانت جهاز. المدربين اللي كانوا موجودين ما كانش فيه توفيق لدرجه ان وصلنا للمركز السابع، فجابوا الكابتن محمد عبد الكريم بصراحه من المدربين الاكفاء جدا، نقل الفرقه من السابع للاول، كسب الاهلي رايح جاي، كسب سبورتنج في المباراه الفاصله، عوض الخسارات اللي كانت قبل كده، كسب الجيش و و و و عشان كده خد البطوله. النوال موجوده بقى بتقول ايه؟ هو احنا يا جماعة الدرجة الأولى لما باجي أخد ليها لعيب من المرتبط باخد لعيبة بس بكام واحد؟ أنا عندي على فكرة هيبقى في حيرة. شكرا لك يا كابتن، وحديث طويل كان نفسنا نطول معاك أكتر بس وقت اللايف بشكرك، وإن شاء الله نكون معاك دايما في منصات التتويج وبنحتفل دايما بكرة اليد في مزيد من الانتصارات. شكرا لك. إن شاء الله وربنا يوفقنا كلنا، ومتشكرين جدا لقناة الزمالك. شكرا. بشكر الكابتن عبد الرحمن البوي طبعا مدير اكاديميه كره اليد بنادي الزمالك. في دلوقتي فريق الباسكت مع مستر ويل وكابتن ياسر عبد الوهاب وكابتن سمير جوده بيتبقى اعلانا لبطوله بال ان بي اي طبعا في رواندا في 22 الشهر الحالي. اعتقد ان شاء الله هتكون مباراه مهمه جدا النهارده الساعه 4 في ترتيب للفريق الاول كره القدم استعدادا لمباراه مع ام بي في الاسبوع ال 18. دي كانت كل كواليسنا هنا نيرفانا انجي في نادي الزمالك، اليكم الكلمه تفضل. نشكرك يا ساهر وبنشكر كابتن عبد الرحمن البوهي، كلام مهم جدا من كابتن عبد الرحمن الحقيقه، وزي ما هو قال هي دي شخصيه البطل. شخصيه البطل انه لما يكون في اي تعثر او في اي اخفاق يرجع يستعيد بسرعه شخصيه البطل مره ثانيه. زي ما قلنا عندنا بطوله مهمه طبعا كاس الكؤوس الافريقيه هتبدا يوم الثلاث القادم، محتاجين ان احنا نقفل الصفحه ونركز في البطوله القادمه. تعالوا دلوقتي بقى نروح على اخبار نبض ميت عقبه، والبدايه من عند امبارح كان في مسابقه رسم بين الاطفال المشاركين في الفوج الاول لمصيف نادي الزمالك بمرسى مطروح. شارك في المسابقه دي اكثر من 30 طفل وطفله عبروا خلالها عن تصورهم للمصيف في جو عائلي رائع ومبهج جدا الحقيقه. كان كمان المشاركين كانوا حريصين جدا طبعا من اولياء الامور على تقديم الشكر للسيادة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك على توفيره كافة سبل الراحة للأعضاء في مصيف مرسى مطروح. الفوج الأول طبعا لمصيف الزمالك كان انطلق صباح يوم الجمعة بمشاركة أكثر من 150 فرد. طبعا دي يعني لفتة لطيفة جدا، لأن نادي الزمالك زي ما هو رياضي هو نادي اجتماعي وبيهتم جدا جدا بالأسر.
كمان أعلنت إدارة النشاط الرياضي بنادي الزمالك عن مواعيد تدريبات أكاديميات الجمباز خلال الموسم الصيفي 2022. مواعيد التدريبات جت كالتالي: أيام السبت والخميس والجمعة من كل أسبوع، وجت مواعيد أكاديمية جمباز الأيروبيك والترامبولين أيام السبت والخميس والجمعة برضو في ميعاد زمني مختلف، ومن المقرر أن تقام التدريبات في الصالة الدولية للجمباز بالقلعة البيضاء. بيقود الجمباز بالزمالك الدكتور صلاح منصور مدير للأكاديمية، كابتن أبو العيلة محمد المدير الفني لجمباز الترامبولين، أليجا كودرينا المدير الفني للجمباز الإيقاعي، ومدحت عبد القادر مدير إداري. دي كانت أبرز أخبارنا في نبض 100 عقبة. دلوقتي خلونا نطير بيكم على مدرجكم الافتراضي وفقرة الشارع الأبيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. دلوقتي خلونا نروح على طول على موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن وجه رسالتك للجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده كابتن ايهاب جلال بعد توليه مهامه رسميا. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا كان ايه، والبدايه من عند مين يا نيرفانا؟ من عند محمد محمود، بيقول: صباح الورد، اتمنى التوفيق للمنتخب الوطني بقياده كابتن ايهاب، وده اللي كنت بطالب بيه من قبل قدوم كيروش. منتخبنا ان شاء الله يعود لمنصات التتويج على عرش القاره السمراء. طيب عمر كرم بيقول: صباح الخير عليك يا انجي، صباح الخير عليك يا نيرفانا، نهاركم ابيض بخطين حمر، احنا واثقين فيه، هو كابتن كبير وخبرات، وان شاء الله هيعمل حاجه كبيره تدي دوافع للعيبه، وكل التوفيق لكابتن ايهاب جلال في البطولات اللي جايه، ان شاء الله يفرحنا، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني فيما هو قادم، زملكاوي وافتخر. شكرا يا عمر. أشرف عادل بيقول: صباح الخير عليك يا إنجي، صباح الورد عليك يا نيرفانا، ودايما متألقين على قناة الزمالك، كلنا واثقين في الجهاز الفني، وبإذن الله ياخد لعيبة على مستوى عالي ويشتغل عليهم، وبإذن الله يعمل مستوى جميل مع المنتخب وياخد أمم أفريقيا 2023. عبد الله سالم بيقول: صباح الخير على حضراتكم، نهاركم ابيض بخطين حمر. رقم واحد طبعا احنا عارفين ان الوضع حاليا للمنتخب صعب، سواء على صعيد الاداء او التصنيف الافريقي والدولي بعد خساره نهائي الامم الافريقيه وعدم الصعود لكاس العالم. رقم اثنين، احنا عندنا ثقه فيك يا كابتن ايهاب وفي باقي الجهاز المعاون، ان شاء الله تقدر ترجع منتخب مصر لمكانه وترجع منتخب مصر لمكانه الطبيعي. دايما متالقين على شاشه قناه الزمالك يا انجي ونيرفانا، وصباحكم زملكاوي جميل. بنشكرك يا عبد الله على كلامك، كمان رأيك طبعا رأي يحترم جدا. الباشا آدم أو آدم بيقول: صباح الخير يا إنجي، صباح الخير يا نيرفانا، كل التوفيق للكابتن إيهاب جلال، إن شاء الله هيعمل حاجة كويسة مع المنتخب في البطولات اللي جاية، وإحنا واثقين فيه، وهو كابتن كبير وخبرات، وإن شاء الله هيعمل حاجة كويسة وإحنا واثقين فيه، وكل التوفيق لمنتخبنا في البطولات اللي جاية. زملكاوي. طيب حسين الزملكاوي بيقول: صباح الخير يا انجي، صباح الخير يا نيرفانا، ده كان طلب الجمهور من زمان، واحنا واثقين في الجهاز الفني الجديد، ويا ريت الناس تسيبه يشتغل ويختار اللعيبه اللي تستاهل تروح المنتخب، واللي جاي احسن. زملكاوي وافتخر. يعني طبعا في اراء كتير جدا حول موضوع كابتن ايهاب جلال، لكن في النهايه زي ما قلنا انه مصلحه المنتخب هي الاهم في الفتره ديت، ومصلحه المنتخب ان احنا ما نصدرش اي مشاكل، اي طاقه سلبيه، ما نصدرش اي ازمات في الفتره ديت، ودلوقتي لازم نكون كلنا ايد واحده وندعم المنتخب وندعم كابتن ايهاب جلال وكمان جهازه المعاون، وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب في الفتره القادمه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وللفراعنه. دلوقتي خلونا نطلع فاصل قصير وهترجع لكم بعدين انجي في فقره سهم وقوس اللي منورنا فيها النهارده نجم نادي الزمالك السابق كابتن محمد ابراهيم. سهم وقوس بعد الفاصل، استنونا. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد في فقره سهم وقوس. بعد حصاد 13 نقطه من اصل 15 وتقديم نتائج طيبه مع نهايه الدور الاول من الدوري في رمضان، قدر بيهم الزمالك انه يحافظ على صداره المسابقه ويبتعد بيها طبعا بل وتضليل اغلب الفوارق مع المنافس في حاله الفوز في كافه مؤجلات. طبعا بيدخل الزمالك دلوقتي اختبار قوي عندنا بكره امام انبي، كلنا امل في افتتاحيه مميزه لمشواره في الدور الثاني كمان كما كان طبعا ختام الدور الاول. للمزيد بيسعدنا ينضم لنا في استوديو نهارك ابيض ضيفنا المميز واللي بيسعدنا دايما وجوده معانا نجم نادي الزمالك طبعا السابق كابتن محمد ابراهيم. كابتن اهلا بحضرتك، منورني. ربنا يخليك، نهارك ازيك؟ يعني كابتن خلينا نبدا شويه من النهايه وانتصارات طبعا الفريق المتتاليه في رمضان. احنا بنتكلم احنا لعبنا مع بيراميدز كسبنا 3-2، لعبنا مع المقاصه كسبنا 1-0 طبعا بقذيفه امام عاشور، بعد كده تعادلنا طبعا مع فاركو وخسرنا نقطتين، بعد كده الاتحاد السكندري المصري اخر ماتش طبعا كان امام ايسترن كومباني. شايف ازاي الفتره اللي فاتت دي وتقييمك لاداء الفريق في الفتره اللي فاتت؟ بص، هو اداء الفريق الفتره اللي فاتت تصاعدي، يعني الاداء كمان يعني بجانب النتيجه ان انت بتكسبي الاداء بيتحسن، فدي مؤشرات كويسه. تمام، بس هي في نقطه ان الناس بتتكلم عن الدوري ان الدوري راح من الزمالك من بدري جدا، احنا الدور الاول لسه ما خلصش. تمام، وبيتكلموا عن ان المنافس هيكسب كل ماتشاته، زي يكون المنافس ده خارق للطبيعه مش هيتعادل ولا هيتغلب، احنا بس اللي بنتعادل وبنتغلب. الدوري عشان تاخدي الدوري تكسبي انت وما تبصيش تحتيك، يعني ما تبصيش لحد، مفيش دعوه بالتاني كسب ما على غيرنا. يعني دحقيقي. احنا لما كسبنا كان الفرق 9 نقط وقعدوا يقولوا مش عارف ايه والزمالك وخلاص ولا 7 نقط والدوري راح، انت كسبتي ما بصيتيش وراكي. دلوقتي الفرق لو كسبوا كل ماتشاتهم هيبقى نقطه. تمام، واحنا لسه ما لعبناهمش. يعني انت هيبقى معاك عندك معاهم 6 نقط رايح جاي، يعني انت لو كسبتي الماتشين هيبقى فرق ليكي انت 5 نقط. تمام، فالدوري عشان تاخديه لازم تكسبي ماتشاتك وما تبصيش لحد وتكسبي كل الماتشات، وما فيش حاجه اسمها ماتش جامد. مفيش حاجه اسمها ماتش جامد لان انت الفرقه اللي بتنافس على الدوري، فطبيعي ان مش هيبقى في اجمد منك. فطبيعي ان انت عشان تاخدي الدوري لازم تكسبي الجامد قبل الضعيف. تفسيرك ايه لتراجع مستوى بن شرقي؟ وهل انت لو مكان اداره النادي وبن شرقي حابب ان هو يجدد، هل انت ممكن تجدد لبن شرقي ولا شايف انه بصي هو طبيعي في التوقيت ده؟ انا دماغي بصي احنا بني ادمين مش الات، يعني انا تفكيري في 90% منه رايح في تجديد. هروح نادي تاني، طب النادي التاني ده هل انا همشي فيه كويس؟ زائد خلي بالك اي حد بيلعب في نادي الزمالك ودي حقيقه ما بيبقاش حابب يمشي، يعني بيبقى حابب ان انت تنفذي له اللي هو عايزه او على الاقل يعني 90% علشان يفضل مكمل معاكي. تمام، فانا شايف ان بن شرقي لو انا شايف ان بن شرقي في عز ما هو وحش دلوقتي من نجوم الفرقه. تمام، وجهه نظري ان اداره الزمالك لا انا من وجهه نظري ان احنا نجدد لبن شرقي يبقى موجود، ولو ان الزمالك ما بيقفش على حد. فرجاني ساسي في عز ما هو كان نجم الفرقه مشي بالظبط، واحنا يعني الزمالك خد الدوري والزمالك مكمل اول كده. دلوقتي في الدوري ما عندناش مشكله خالص. انا دايما بقول نعتبر ان بعد شهر على بن شرقي انه اتصاب اصابه طويله، هنلعب بمين؟ تمام، بس هي القصه كلها ان انا لو هجدد لبن شرقي لازم اوجد البديل الكويس اللي يخلي بن شرقي دايما مستواه كويس. طب خليني اسالك عن برضه، يعني بما ان انت جبت سيره فرجاني ساسي، كان في تقارير كده بتقول ان فرجاني ساسي في احتماليه عودته مره اخرى للزمالك، هل انت بتؤيد قرار زي دوت ان احنا نرجع فرجاني ساسي ولا شايف انه خلاص الوضع بدون فرجاني ساسي؟ يعني انت بتقول خلاص ان كان في عندنا مشكله في المركز بتاع فرجاني ساسي بعد ما مشي، دلوقتي امام عاشور ملا الفراغ دوت، هل شايف ان احنا محتاجين فرجاني ساسي؟ فرجاني لعيب كبير جدا جدا جدا، وطبعا الزمالك محتاجه، اي نادي في افريقيا هيبقى محتاجه، بس هو لما مشي ما كانش بنفس الشكل اللي احنا اتعودنا على فرجاني ساسي. خلينا نبقى متفقين على حاجه، انا مش لعيب مصري ومش ابن نادي الزمالك. تمام، حتى لو مصري ومش ابن النادي ما تلومنيش على اي حاجه، لان انا اصلا سبت نادي عشان اخد فلوس زياده عندك. لا انا متفقه معاك في الحته دي، انا بتكلم على فكره انه الاداء اتغير، يعني اداء فرجاني ساسي لما مشي مش هو كان نفس اداء فرجاني ساسي عندنا في الزمالك، فهل شايف انه لو رجع هيرجع بنفس الاداء القديم؟ قبل ما فرجاني جيلنا ما كانش متالق برضه بن شرقي، خلي بالك لما جالنا كان بقاله 2 سنين ما بيلعبش، انت فاهمه؟ فممكن كميتك ماشيه مع المكان ده، وهو كميته ماشيه مع المكان ده، اللي الجماهير مديه له حماس، اللي المكان ذات نفسه، الجو العام. بعد ما مشي قعدوا يقولوا انه
يعني اسطوره او الشكل اللي كان طالع بيه فرجاني ساسي ده كان من فراغ او انه كان بسبب طارق حامد وان هو لما مشي وساب الفريق بان على مستواه الحقيقي؟ لا بس هي بص انا اقول لك حاجه، هناخد مثلا تجربه في اوروبا مثلا، كوتينيو مثلا كان نجم ليفربول، محمد صلاح موجود وماني موجود، كان احسن لعيب في الدوري الانجليزي، راح برشلونه من ساعتها ما سمعناش عن كوتينيو حاجه. راح بايرن ميونخ ما عرفش يلعب تمام. انا ليا وجهه نظر في قصه ان اللعيب لو مشي من عندي خلاص ما دو... يعني ما ببصش عليه تاني. انا ببص على لعيب تاني يعني يعني زي ما انا جبت فرجاني كده قعد معايا سيزون واثنين وثلاثه واربعه وادى بشكل كويس. انا ممكن ابص على لعيب تاني سنه صغير عنده امكانيات عاليه تمام، ويطلع معايا واحده واحده ويكمل معايا اربع خمس سنين يبقى مستقبل النادي. يعني عندنا دونجا بتاع بيراميدز لعيب هايل، مهند لاشين لعيب هايل، فاهمه؟ في كام لعيب في الدوري المصري لا يعني لو موجودين في الزمالك لا هيعوضوا غياب فرجاني بكتير. طيب يعني بكلامنا في الموضوع دوت خلينا نتكلم عن موضوع كمان فريق الامل، يعني دلوقتي زي ما انت عارف بيدوروا على لاعبين يقدروا ان هم نطلع منهم عنصر او اثنين او ثلاثه نستفيد بيهم في الفريق الاول، شايف الخطوه ديت ازاي؟ خطوه ايجابيه جدا، كانت لازم تتعمل من زمان، كان لازم تتعامل من زمان، لان احنا عندنا مشكله، انا مدرب في قطاع الناشئين، عندنا مشكله في قطاع الناشئين جامده جدا، ان اللعيب يعني 2003 و2001 ما عندوش طموح، ما عندوش امل، ما عندوش فرصه يطلع فريق اول، لان انت حضرتك بتشتري لعيب ب 100 مليون وب 60 مليون وفي بتجيبي نجوم افريقيا. فانا بالنسبه لي حتى لو انا امكانياتي عاليه المنتاليتي بتاعتي كلعيب مش هقول ان انا هطلع العب على شيكابالا، لا هقول ده شيكابالا ما يعني الموضوع صعب. لكن لما اعمل له فريق واختيار الجهاز الفني كمان بتاعه كان يعني حاجة مفاجأة بالنسبة لي، وكانت حاجة مميزة جدا لأنه ده جهاز الفني الفريق الأول. فأنا لما أنا بتاع الفريق الأول أمرنك وأشوفك بعناية يوم ما أحتاج حد، يعني ده يعتبر سكند تيم، يعني يعتبر سبورت للفريق الأول. ده خلي بالك في ناس كمان، في لعيبة كمان جامدة جدا ما اتخدتش فريق الأمل هتبقى موجودة الفترة اللي جاية تمام. إحنا عندنا مشكلة في مصر، عندنا مشكلة فريق الأمل فيه كان في ولد ده طلع معايا قبل كده، ولد ده هايل اللي هو نيمار. نيمار ده موجود في فريق الامل، ده موجود صح؟ في الفريق الاول كمان، ده لعب الماتش اللي فات تمام بتاع الشرقيه الدخان، ده كان ولد ممتاز هايل جدا الحقيقه، هو لعيب هايل مواليد 2000 ولعيب وكان احترف فتره بره ورجع ولسه لما ياخدوا الثقه اللعيبه دي محتاجه. بس يعني احنا المشكله ان هم طلعوا في وقت برضه الزمالك كان عنده متاخر في الجدول في الترتيب وبتاع، فما كانش عندنا فرصه ان احنا نستحمل حد. بس تالي الفتره الجايه لما الولاد دي تاخد تدريبات، جرعه تدريبات بتاعت الفريق الاول، تعمل لهم ماتشات وديه كتير، مستر فريرا يتفرج عليهم، هتبتدي تشوفي واحد واثنين وثلاثه. احنا عندنا مشكله في مصر ان اللعيب بيطلع فريق اول وعنده 24 سنه. احنا اللعيب لازم يطلع فريق اول وعنده 16 سنه، شيكابالا طلع عنده 16 سنه، انا طلعت عندي 15 سنه وشويه تمام. لازم الناس تطلع وهي عندها 16 سنه تبتدي تتجهز للفريق الاول. يعني ادينا شايفين خطوه مهمه جدا الحمد لله ان الفريق ان اداره النادي وان الجهاز الفني قدروا يحطوا ايديهم على الخطوه ديت، خطوه مهمه، وان شاء الله يكون اللعيبه ان شاء الله اللي يطلعوا دول هم نواه المستقبل. خلي بالك اللعيبه هتوفر عليك جدا للزمالك، اكيد هتوفر عليك، يعني انت لو طلع لك 2 3 هيوفر عليك ان انت تشتري لعيب ب 20 مليون و 30 مليون، فهيوفروا عليك على الاقل 50 مليون جنيه. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، وان شاء الله نقدر نحقق الفوز في مباراه بكره. بشكر حضرتك جدا يعني كابتن محمد، وبشكركم مشاهدينا، ان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.